بس أنا عايزك تسمع جزء من كلمة الرئيس ونرجع نكمل كلامنا. أنا في النهاية أنا في الأول في المرحلة اللي أنا فيها دي الـ الـ الهدف الأكبر هو إن أنا الصناعة اللي تكافئ يعني تغطي احتياجات السوق المصري. وبالمناسبة لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي، أقول لك طب مستلزمات الإنتاج اللي فيهم كام بالدولار؟ لأنك أنت لو النهاردة قلت لي أنا مستلزمات الإنتاج اللي فيهم بالدولار 30 مليار على سبيل المثال، يبقى العائد اللي تحقق بالنسبة لي من كل اللي احنا بنعمله ده 5 مليار دولار. أنا بتكلم لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار، يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة جدا منهم بتتعمل داخل مصر، وده اللي ممكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ده أمر في منتهى الأهمية. إذن أنا ببغي في المرحلة الأولى إن ألبي طلبات السوق المصري من كل شيء، مش بس في الصناعة، من كل المنتجات وكل المطالب، ثم إن أنا يكون المكون المحلي في أي صناعة بتتعمل بتزيد بشكل مستمر.